نشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، وهذه أبرز عناوينها. بايدن يدرس خطوات أخرى لتعزيز حربه لخفض أسعار النفط، أوبك بلاس تتحدى، والمستثمرون يشككون في فعالية سحب الاحتياطات الاستراتيجية. في مستهل الموجة الخامسة لجائحة كورونا، الاتحاد الأوروبي يخفف قيود السفر والسياحة ويتجه للسماح بدخول المطعمين خلال 9 أشهر. في روبورتاج النشرة تتابعون، الصناعة العسكرية تقود جهودا محلية لإعادة بعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر. أهلا بكم. في المستهل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، متجاهلة توسع تحركات كبار المستهلكين لسحب مخزوناتهم الاستراتيجية في تكتل منسق لكبح الأسعار، في وقت يستعد تحالف أوبك بلس للرد على مبادرة بايدن بالتزامن مع أنباء عن مشاورات روسية سعودية نحو وقف زيادات مزمعة في إنتاج النفط. تقرير في السياق لنريمان حماني. تشتد جبهة كبار مستهلكي النفط في مواجهة تحالف أوبك بلس، وتتوسع رقعتها بانضمام الصين لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن واللجوء لاستخدام احتياطي الخام الاستراتيجي في توافق نادر لقيادة أكبر اقتصادين في العالم. بكين التي لم تحدد موعد السحب أو كمية النفط المعنية بالعملية، اكتفت بتأكيد أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار أسواق النفط بعد سحب كميات من مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام. وعلى خطى الصين والهند وقبلهما بريطانيا، كشفت طوكيو عن نيتها تنظيم مزاد علني لبيع نحو 4,200,000 برميل من مخزونها الوطني بنهاية العام الجاري، بما يعادل يوماً أو اثنين من الاستهلاك الداخلي من الخام. في الطرف الآخر من الحرب النفطية المستعرة، تكشف صحيفة وول ستريت جورنال عن مشاورات روسية سعودية قد تنتهي بإلغاء زيادة مرتقبة لتحالف أوبك بلس تضمن ضخ كميات بنحو 400,000 برميل يومياً من الخام اعتباراً من الفاتح ديسمبر المقبل. تحركات تؤشر إلى صلابة موقف أكبر منتجي للنفط في العالم في مواجهة حرب المستهلكين، مثلما ترسم ملامح الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في 2 ديسمبر المقبل، الذي يتجه على ما يبدو لتشديد سياسته الإنتاجية مدعومة بعودة سياسات الإغلاق العام وشكوك حول ضعف الطلب على الذهب الأسود. شاهدنا لمناقشة الموضوع يحضر معنا في الاستوديو أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة أحمد الحدوسي. أهلا بك. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. إذن كأول سؤال، يعني إلى أي مدى يمكن أن يزعزع هذا التباين في المواقف يعني داخل أوبك بلس من تبني موقف موحد وقوي للرد على مبادرة بايدن وكبار المستهلكين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن منظمة أوبك بلاس تضم الآن أكثر من 23 دولة، كل دولة ولها حساباتها ولها برنامجها على مستوى الدولي وحتى التزاماتها الداخلية اتجاه نفقاتها لبعث المشاريع الداخلية وتلبية الطلب المتزايد للسلع والخدمات والمشاريع البنية التحتية الداخلية. وبالتالي هذا التباين في الآراء هو شيء طبيعي، كل بطبيعة الحال أن لدولة حساباتها. فبعض الدول التي قامت باستثمارات كبيرة في قطاع النفط تريد أن يكون لها عائد لهذه الاستثمارات، من بينها الإمارات التي ضخت ملايير الدولارات في المشاريع النفطية قبل جائحة كورونا، وبالتالي يهمها أنها ضخ كميات كبيرة من النفط، عكس مثلا دولة السعودية التي ترغب في ضخ كميات أقل مقابل السعر
أعلى، كذلك تشاطرها الآن روسيا، وبالتالي تقارب الرؤى بين روسيا والسعودية، وبالتالي كل دولة لها حساباتها في ظل هذه المنظمة، وبالتالي كل يسعى إلى تحقيق أهدافه. وبالتالي اللقاء القادم في الأسابيع القليلة القادمة سيكون لقاء حاسم، ويكون لقاء لتبادل الآراء وضبط السوق العالمي وتقريب أولا وجهات النظر، لأن هذا اللقاء يكون لقاء أوباك بلس أو بلاس، يكون تثمين أو تتويج للجان التنفيذية والتقنية للدول المنظمة لمنظمة أوباك. نعم. إذن ما هي الخيارات المتاحة أمام تحالف النفطي يعني لمواجهة هذا الهجوم الموسع لكبار المستهلكين؟ أعتقد أنه منظمة أوباك على العموم المسار العام باختلاف آراء الدول وباختلاف توقعاتها أنها لن تضخ كميات أكبر مما هو موجود عليه، بدليل أن لقود المنظمة أوباك هي السعودية وروسيا. روسيا الآن ليست عضو في منظمة أوباك، لكنها مؤثرة وبإنتاجها هي في الأوباك الموسع. لكن لا أعتقد أنه المنظمة ستضخ كميات كبيرة، بدليل أنه هاتين الدولتين تدرس إمكانية إلغاء اتفاق ضخ 400 ألف برميل يوميا، وهذا سيؤثر على الأسعار بالزيادة، لأن هاتين الدولتين تريدان أسعار مرتفعة تفوق $100 للبرميل. وشهد كذلك روسيا خارج المنظمة أوبك في قطاع الغاز أنها أرادت بالسعر يكون أكبر مما هو عليه الآن، حتى وصل إلى سعر الغاز إلى أسعار مرتفعة. وبالتالي أعتقد أنه أسعار البترول ستتجاوز $100 للبرميل، وربما أكثر من $120 للبرميل إذا تشبثت وتشبث أعضاء منظمة أوباك بالإنتاج الحالي، في مقابل هناك كميات كبيرة من التضخم على المستوى العالمي. وكما هو معلوم في الاقتصاد أنه كميات ضخمة من الأموال تطارد عدد كمية أقل من السلع، وبالتالي سترتفع الأسعار بقوة لأسعار النفط. نعم. إذن ما هي الانطباعات التي ربما يمنحها هذا الانشقاق داخل منظمة أوبك بلاس أسبوعا قبل الاجتماع المرتقب لإعطائه؟ يعني كيف سيرى، هل هو بداية نهاية ربما التحالف يتساءل بعض؟ في الحقيقة لا أعتقد أنه نهاية تحالفات، ولكنه في الأخير بعد الاجتماع هذا سيكون هناك اتفاق من أجل حتى الدول التي لا ترغب في زيادة الإنتاج. فلما نطرح سؤال لماذا بعض الدول ترفض أنه الأسعار تكون مرتفعة جدا، في بعض التقارير وبعض الدراسات تقول أنه لما ترتفع الأسعار كثيرا هذا يؤثر على الطلب العالمي، وبالتالي تنعكس بالسلب على الدول المصدرة والمنتجة للنفط، وبالتالي السعر العادل الذي يخدم الطرفين تعتقد في اعتقاد بعض الدول أنه يكون بين $80 إلى $90 للبرميل، من بينها السعودية تعتقد أنه لما يتجاوز كثير هذا السعر وبالتالي الدول أكثر صناعية ستحد وتخفض من الطلب على النفط، وبالتالي سيتأثر أسعار النفط مرة أخرى بالانخفاض. وبالتالي كل دولة لها حساباتها، لكن في نهاية المطاف سيتم الاتفاق على أعتقد أنه إبقاء الإنتاج الحالي كما هو، لا يتم ضخ كميات أكبر في السوق الدولية، وبالتالي أعتقد أنه سترتفع الأسعار تدريجيا وربما ستتخطى $120 للبرميل. إذن لن نشهد مزيد من الانشقاقات، ربما انشقاقات داخل تحالف. الانشقاقات هي طبيعية، كل دولة لها 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 توقعاتها ولها آراءها ولها برنامجها السياسي، وبالتالي لكن في نهاية المطاف هناك قواعد لعبة يجب الاحتكام إليها، يجب الرضوخ إليها، يجب التكيف مع هذه المدخلات، وبالتالي أعتقد أنه سيتم الاتفاق على إبقاء الإنتاج أو
حتى أنه إذا تم ضخ كميات أكبر لن تكون كميات كبيرة جدا، وبالتالي سيتم الاتفاق وتثبيت ولو بقليل الكميات الحالية. طيب سنعود إلى النقاش بعد قليل. إذن مشاهدينا نستكمل نشرتنا، حيث تبرأت وكالة الطاقة الدولية من لجوء كبار مستهلكي النفط لمخزوناتها الاستراتيجية من الخام في تحرك منسق لخفض الأسعار. وقال المدير التنفيذي للوكالة إن الهيئة لا تتدخل باللجوء لمخزونات الطاقة إلا لمواجهة حالات التعطل الكبير في الإمدادات. الوكالة التي تمثل مصالح الدول المستهلكة للطاقة اتهمت السعودية وروسيا ومنتجي الطاقة الرئيسيين بخلق ما أسمته تشديدا ونقصا مصطلع في أسواق النفط والغاز العالمية. هذا وأعلنت ثلاثة دول أعضاء ضمن تحالف أوبك بلس الخميس التزامها الكامل باتفاق خفض الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من الفاتح ديسمبر المقبل. وأفادت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن وزارة الطاقة الإماراتية تأكيدها أن أي قرار سيتخذ بشكل جماعي من قبل التحالف في اجتماعها المقبل نفية وجود موقف مسبق بشأن اللقاء. من جهتها أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في وقت متأخر الأربعاء نقلا عن وزارة النفط التزام الكويت الكامل باتفاق تحالف أوبك بلس. من جانبه أعلن العراق دعمه خطة أوباك الحالية لزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الكارتل النفطي يتعامل بحذر مع عمليات الضغط وخفض المعروض. إذن مشاهدينا نستكمل النقاش ونعود إلى ضيفنا في الأستوديو الأستاذ بجامعة البليدة أحمد الحيدوسي. إذن ما هي الأوراق المتاحة أمام بايدن الآن لتوسيع حربه ضد التحالف النفطي أوبك بلس؟ يعني هل يمكن ربما أن تلجأ إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فرض حظر تصدير النفط الأمريكي؟ في الحقيقة أنه الأسعار هذه المرة حدث تهويل كبير لأسعار النفط. في الحقيقة ليست المرة الأولى التي تصل فيها أسعار البترول لهذا الرقم 80 دولار وأكثر من 80 دولار للبرميل، ووصلت أكثر من 140 دولار للبرميل، لكن هذه المرة رافقتها ضجة كبيرة. لماذا ضجة كبيرة؟ لأن في أمريكا هناك ضغط كبير على الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل حسابات سياسية. لو نشوف نستقرأ الوضع الاقتصادي في أمريكا والقطاع النفطي في أمريكا، أمريكا دولة منتجة للنفط ودولة مصدرة كذلك للنفط. لما نطرح سؤال لماذا أمريكا تضغط على الدول الأخرى لسحب احتياطاتها في حين هي عندها احتياطات كبيرة تناهز 600 مليون برميل مخزنة في جبال ومستودعات الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا تصدر 2 مليون برميل نفط يوميا، وبالتالي لو تضخ أمريكا 2 مليون برميل هذه في السوق الداخلية لقضت على الأزمة وارتفاع أسعار النفط الداخلي. وبالتالي أزمة أسعار الوقود في أمريكا ليست لها علاقة بالسوق الدولية، وإنما لديها حسابات سياسية من بينها التجديد النصفي لمجلس الكونغرس أو الشيوخ الأمريكي في الأشهر القليلة أو الأيام القليلة القادمة. وكما هو معلوم أن التيار الديمقراطي اهتزت شعبيته بعد وصول الرئيس بايدن إلى الحكم، وبالتالي يريد استقطاب التأكيد على الجمهوريين أنه ما زال في صحة جيدة وما زال التيار الديمقراطي جيد، ويحاول استقطاب من التيار الجمهوري. وبالتالي اليوم بايدن لما ضخ كميات كبيرة من الدولارات في السوق الأمريكية، هذا أثر على التضخم في أمريكا وبلغ مستوى قياسي وصل إلى 6%، لم يحدث منذ 30 سنة أن وصل معدل تضخم في أمريكا 6%. أمريكا لما يصل معدل تضخم 1% وهي أكبر اقتصاد في العالم ب 21 ألف مليار دولار، وبالتالي معدل تضخم واحد يكون بحجم لو بي بي تاع دول كبيرة،
وبالتالي لما يصل معدل تضخم إلى 6% هذا رقم كبير جدا وبالتالي أثر على أسعار وقود داخليا. طيب سؤال هنا، يعني هل يمكن ربما أن تسعى واشنطن لضم مستهلكين آخرين لاستغلال احتياطاتهم النفطية برأيك؟ أمريكا تضع حلفائها بين المطرقة والسندان. لماذا؟ أمريكا قامت بضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق الأمريكي من خلال الرئيس الحالي والرئيس الذي سبقه ترامب لما قام بإعانة ما اسمه إعانة كوفيد بضخ 800 مليار دولار أمريكي في دعم الأسر بإعطاء شيكات للأسر، هذا عن طريق الدين العام لأمريكا. ثم تبعه خطة بايدن لأنه ضخ كذلك أكثر من تريليون 1.7 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي دعما للأسر كذلك وإعادة بعث الاقتصاد الأمريكي. هذه الديون كلها كلها عن طريق الدين العام والذي وافق عليه الكونغرس مؤخرا أنه ارتفع الدين العام الأمريكي إلى رقم خيالي 28.4 تريليون دولار. في السنوات السابقة كانت أمريكا لما تريد إنفاق وضخ أموال ضخمة في الاقتصاد الأمريكي كانت تطبع الدولارات، الدول الحليفة هي التي كانت تمتص هذا الفائض من الدولارات. الدول الحليفة هي بريطانيا، هي 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 اليابان، هي كوريا الجنوبية، هي الآن الهند، هي كذلك نعم الهند. هذه الدول الآن كذلك حتى الصين رغم أنها ليست حليفة للولايات المتحدة الأمريكية لكن كان يهمها أن يبقى الدولار قوي حتى تزيد صادرات الصين بالكمية لما دخلوا في حرب العملات. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية طبعت دولارات وضخت كمية كبيرة من الدولارات في السوق لكن حلفاء أمريكا لم يستطيعوا أن يسحبوا هذه الكمية. اليوم الصين وافقت على ضخ احتياطها من البترول لكن الصين هي مجبرة تريد أن تحافظ على قوة الدولار. نعم. قوية. نعم سنعود إليك سيد الحيدوسي بعد متابعة هذا التقرير. إذن تطورات تأتي في وقت تفاقمت الشكوك لدى المستثمرين بشأن فعالية عمليات السحب المنسقة للخام بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من الاحتياطات الاستراتيجية لكبار المستهلكين، وتوقعات كبرى البنوك الاستثمارية الأمريكية أن يكون للخطوة تأثير محدود في ظل تكهنات لتجاوز أسعار الذهب الأسود حاجز $90 للبرميل العام المقبل. تقرير في السياق لنريم الرحماني. قبل أن تجد مبادرة بايدن لكبح ارتفاع أسعار النفط طريقها نحو أسواق الخام، سارعت كبرى البنوك الاستثمارية الأمريكية لإطلاق توقعات متشائمة بشأن تأثيرات التحرك المنسق لكبار مستهلكي الطاقة باللجوء إلى استغلال مخزوناتها الاستراتيجية لزيادة المعروض النفطي المطروح. بنك جولدمان ساكس أكبر الكيانات المتخصصة في تعقب حركة أسواق السلع الأولية في العالم توقع أن يكون لتحركات بايدن تأثير قصير الأمد على خلفية تراجع الاستثمارات الدولية في الصناعة النفطية والغازية على مدار السنوات الأخيرة والمدعومة لتعاف قوي للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. مؤشرات تكهن البنك الاستثماري الأمريكي أن تخيم على الاجتماع المقبل لتحالف أوبيك بلاس بما يدعم من التوجه لرفض الكارتل النفطي لزيادة حصص إنتاج أعضائه اعتبارا من جانفي المقبل بفعل انخفاض الطلب على الوقود في أوروبا على ضوء عودة بعض الحكومات لسياسة الإغلاق العام لمجابهة تفاقم الوضع الوبائي. بلغة الأرقام تتوقع المجموعة الاستثمارية الأمريكية أن لا يتجاوز المعروض النفطي الذي تتيحه الخطوة الأمريكية المنسقة مع كبار المستهلكين مستوى 80 مليون برميل يومياً في مقابل طلب عالمي يفوق 100 مليون برميل يومياً.
على ذلك النحو يستشرف بنك جي بي مورغان أكبر مجموعة لإدارة الثروات والأصول في العالم أن يرتفع سعر نفط برنت القياسي العالمي 88 دولاراً للبرميل العام المقبل، مع توقعات بتجاوزه ذروة 90 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من نفس العام. توقعات متفائلة تستند على تكهنات بتجاوز الطلب العالمي على الخام مستويات ما قبل الجائحة بحلول مارس القادم، وبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين مسيطرة على توجهات السوق النفطية في غضون الثلاث سنوات المقبلة على الأقل. إذن نعود إلى ضيفنا في الأستوديو الأستاذ أحمد الحيدوسي لاستكمال النقاش. إذن كما تابعنا في التقرير، يعني إلى أي مدى تعكس توقعات بنوك الاستثمار الأمريكية توجهات السوق، يعني خاصة فيما يتعلق بمستويات الطلب العالمي وقدرة الشركات على ضخ المزيد من المعروض؟ في الحقيقة أنه الإنتاج الحالي والإنتاج والطلب العالمي الحالي في ظل جائحة كورونا، أنه الطلب العالمي انخفض بسبب توقف الآلات الإنتاجية وتوقف المصانع. نشوف الدول، أكثر الدول طلبا للنفط هي جنوب شرق آسيا، الهند، الصين، اليابان. لما جاءت جائحة كورونا انخفض الطلب العالمي على النفط، وبالتالي الآلة الإنتاجية للنفط وآلات الحفر ومشاريع الاستثمارية توقفت. اليوم لما يفتح الطلب العالمي على النفط وتزيد الطلب، هل يمكن هذا المعروض الحالي أنه يلبي الطلب الزائد اللي حيفوت 100 مليون برميل؟ وبالتالي أعتقد أنه هذا الطلب الكبير بعد الانفتاح الاقتصادي والخروج من جائحة كورونا راح يأثر كذلك على أسعار النفط، بالإضافة لقلنا أن التضخم اللي بلغ مستويات قياسية سواء في أمريكا اللي تمثل 20% من الاقتصاد العالمي، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية موحدة كذلك لتضخم الحق إلى حدود 5%، ووثيقة تأسيس الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية موحدة تنص على أنه لا تتعدى 2%، وبالتالي هذا كله مع التضخم مع ارتفاع الطلب وتوقف حفارات النفط، كلها عوامل ستؤدي إلى ممكن ارتفاع أسعار البترول فوق 100 دولار للبرميل. نعم أستاذ الاقتصاد بجامعة البليد الأستاذ أحمد الحيدوسي، شكراً جزيلا لك. إذن مشاهدينا نستكمل نشرتنا من قناة الجزائر الدولية. يتجه الاتحاد الأوروبي لاقتراح مهلة 9 أشهر لصلاحية لقاحات كوفيد-19 للراغبين في السفر إلى الدول الأعضاء. أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن وثيقة المفوضية الأوروبية أن الأخيرة ستوصي الدول الأعضاء بالسماح للمسافرين المطعمين باللقاحات المصادق عليها من طرف منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 10 جانفي المقبل، ضمن مساع لإعادة بعث الحركية السياحية في دول الاتحاد. صادق أعضاء مجلس الأمة الغرفة العليا في البرلمان الجزائري الخميس بالإجماع لصالح مشروع قانون الموازنة للسنة المقبلة بعد أسبوع من المناقشة. وحظي مشروع القانون المثير للجدل بإجمالي أصوات السيناتورات ب 109 أصوات مؤيدة، ليتمم بذلك البرلمان بغرفتيه مناقشة مشروع القانون الذي ينتظر أن يوقعه رئيس الجمهورية قبل 31 ديسمبر المقبل. هذا وأكد الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن مصادقة البرلمان على مشروع القانون يعد تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية والجبائية وضمان ديمومة ميزانية الدولة. إنكم بتصويتكم على قانون المالية 22 فإنكم صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، صادقتم على تكريس مبدأ المساواة أمام القانون، صادقتم على التكريس مبدأ العدالة الجبائية، وقد كرستم مبدأ ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة،
وكرستم السياسة الاجتماعية المثلى للدولة من خلال الاستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية وكذلك توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه، وهذا بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا. تقود مؤسسة صناعية تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية جهودا محلية لإعادة بعض نشاط الصناعة الميكانيكية بإطلاق حزمة من المشاريع الرائدة في صناعة المركبات بمختلف الأحجام والاستخدامات، سعى أن تستهدف تشكيل قاعدة صناعية محلية بتوسيع شبكة المناولين في تصنيع قطاع الغيار مع ضمان خدمات ما بعد البيع والتكوين المرافق. تابع هذا الروبورتاج لعبد النور حفصاوي. تتعدد فروع النشاط وتتنوع مجالات الاستثمار لتضع الصناعة العسكرية نفسها في طلعة الجهد الجزائري في سبيل إعادة بعث الصناعة الميكانيكية المحلية، مسعى استهلته مؤسسة الصناعة العسكرية بإثراء تشكيلتها المتاحة من قطاع الغيار. تشارك المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في الطبعة السادسة للمناولة، وهذا لإبراز قدراتها الصناعية على المستوى الوطني، وذلك للخفض من فاتورة الاستيراد لقطاع الغيار، حيث القاعدة تقوم بصناعة مختلف القطاع الغيار. التأسيس لقاعدة صناعية صلبة ينطلق من دعم شبكة المناولين للشركات الصناعية العاملة في توفير قطع الغيار من القطاعين العام والخاص، والغاية المساهمة في تقليص فاتورة الواردات وخلق الثروة بغرض إبراز مهام إبراز قدراتها في تجديد وعصرنة العتاد، ومن أجل الاحتكاك بالمتعاملين الاقتصاديين لغرض اقتناء قطع غيار ومواد أولية وكذلك تبادل الخبرات، وذلك بخفض فاتورة استيراد العتاد. مساعي التحول لقطب صناعي ميكانيكي لا تتوقف عند الإنتاج وتصنيع قطع الغيار، بل تمتد لتوفير خدمات ما بعد البيع والتكوين المرافق مع ضمان جودة المنتوج. تحرص المؤسسة العسكرية دوما على الدفع والمساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك بتقليص قيمة الواردات بالعملة الصعبة، وهذا من خلال الرفع من نسبة الانتاج الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص. خلال هذا المعرض كان هناك إقبال جد معتبر من طرف مختلف الهيئات، منها متعاملين اقتصاديين، تقنيين، طلبة وحتى الحرفيين، مما سمح لنا التعريف بقدرات مخبري التجارب والمعايرة في مجال تقييم الجودة وكذا مختلف الخدمات التي نقدمها لفائدة القطاع الصناعي. تحضر الصناعة العسكرية في صالون المناولة عاكسة أولى الخطوات ضمن مسار الألف ميل لتحقيق إقلاع صناعي واقتصادي شامل بالاعتماد على خبرة وسواعد جزائرية. وصلت الليرة التركية تعافيها الخميس بعد تراجعها التاريخي لمستويات متدنية قياسية الأسبوع الجاري، منحة تصاعدية مدعوم بتوقيع البنك المركزي التركي مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الإماراتي تتضمن إجراء محادثات حول اتفاق مبادلة محتملة. تابع هذا التقرير لوليد مذكور. ما كان بالأمس القريب مستحيلا يتجسد اليوم على الأرض، تقارب اقتصادي تركي إماراتي وإبرام لاتفاقيات تاريخية أهمها ضخ وديعة لإمارة أبوظبي في البنك المركزي التركي. أنباء سارعت الأسواق للتفاعل معها إيجابيا، منقذة الليرة التركية من أسوأ أداء لها أمام الدولار على الإطلاق. انفتاح إماراتي وإقبال على الاستثمار في أحد أكبر البلدان استقبالا لرؤوس الأموال بتأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، سيركز فيها الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستيكية ومنها قطاع الطاقة والصحة والغذاء.
تقارب وترتيب للأوراق الدبلوماسية بين أنقرة وأبوظبي أملتها معطيات جائحة كورونا وحالة الانكماش الاقتصادي التي يعيشها العالم جراء الجائحة، وكذا تراجع عملة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي. اتفاقات قد تمهد لشراكة اقتصادية أوسع بين البلدين مع مساعيهما لتقاسم عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل الليبية ضمن طفرة غازية غير مسبوقة تشهدها منطقة الشرق المتوسط، بالتزامن مع بداية الحديث عن 200 مليار دولار من صفقات إعادة إعمار ليبيا بعد 10 سنوات من الحرب المدمرة. تحركات من شأنها ضمان إمدادات غازية مستقرة لتركيا المتعطشة للطاقة مع استهدافها بلوغ نسبة نمو تعادل 10% بنهاية السنة الجارية، في ظل غياب توافق إقليمي وجيوسياسي مع الفاعلين الدوليين في المنطقة، وهو ما يتطابق للتقارب التركي الإماراتي الأخير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى الختام، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.